الاستعدادات النهائية لضرب سد النهضة في مفاجأة كبرى. الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجهيز السد العالي تحسبا لانهيار سد النهضة. وعاجل الجيش المصري يعلق على الحرب التي حذر الرئيس السيسي من خطورتها. وعاجل ماذا سيحدث في مصر بعد قرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات. وعاجل ننشر قائمة بأسماء الوزراء والقياديين المدنيين الذين اعتقلهم الجيش السوداني فجر اليوم. وننشر تفاصيل ربط الغاز من مصر إلى لبنان. ننشر كامل التفاصيل في الفيديو. وعاجل نادي بازل يوجه رسالة لصلاح ويطرح سؤالا على مشجعيه. في البداية زي ما متعودين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. وصلونا لأكثر من 1000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكثر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم والاستعدادات النهائية لضرب سد النهضة. في مفاجأة كبرى الرئيس السيسي يصدر قرارا بتجهيز السد العالي تحسبا لانهيار سد النهضة. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الموارد المائية والري الذي يهدف لتحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر. ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، يأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبني برنامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي. ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55,000 كيلو متر مجاري مائية من الترع والمصارف و 48,000 منشأة قناطر وصحارات وكباري ومحطات. في نفس السياق، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن الوزارة تعمل على كافة الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة. وأضاف عبد العاطي خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه أن البنية احتمالية تشمل أيضا عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر. مصدر معنا كامل اليوم السابع، ويعني أننا نقوم بتعديل يعني بحيرة ناصر أو مجرى بحيرة ناصر، فهذا الأمر يعني يعتبر في منتهى الخطورة تحسبا لانهيار سد النهضة. فالخطط يعني موضوع، يعني أعتقد أن الرئيس السيسي يعني يعمل بكل كفاءة في هذا الملف، ويعلم جيدا ما التوقيت الذي ستقوم مصر به في الحفاظ على مياه نهر النيل. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعاجل الجيش المصري يعلق على الحرب الذي حذر الرئيس السيسي من خطورتها. قال مدير كلية الدفاع الجوي في مصر اللواء أركان حرب عبد العزيز عمر إن الكلية تسعى لتأهيل الطلبة لامتلاك القدرة على مقاومة التأثيرات النفسية المعادية وحروب الجيل الرابع. وأضاف مدير كلية الدفاع الجوي على هامش حفل تخريج الكليات العسكرية أن إنشاء كلية الدفاع الجوي هو أحد نتائج حرب أكتوبر، وأنها الكلية الأولى من نوعها المتخصصة في علوم الدفاع الجوي في الشرق الأوسط. وأضاف مدير كلية الدفاع الجوي أن التأهيل العسكري الذي يقدم للطلاب هدفه 3 أمور: الأول اكتساب الطالب للانضباط العسكري والانضباط الذاتي، فضلا عن سرعة رد الفعل وإكسابه القدرة على اتخاذ القرار الصائب تحت مختلف الظروف. ولفت إلى أن الطلاب يحصلون على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية طبقا لبرامج تتواكب مع الطفرة الهائلة في أنظمة التسليح بقوات الدفاع الجوي، كما يتم تأهيل الطلاب على أسلحة حماة السماء بالاستفادة من الخلفية الهندسية للطلبة عبر فصول تعليمية ومحاكيات متطورة.
ويعقب ذلك توجه الطلاب للتدريب على المعدات والأسلحة الحديثة الموجودة في وحدات الدفاع الجوي المختلفة. مصدر معنا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، وهذا كان تعليق الجيش المصري على تعليق الرئيس السيسي على الحروب الجديدة، حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، ماذا سيحدث في مصر بعد قرار الرئيس السيسي إلغاء حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات؟ أكدت وسائل إعلام مصرية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات له فوائد كبيرة. ووفقا لوسائل الإعلام، هناك 10 فوائد لإلغاء حالة الطوارئ وهي كالآتي: رقم 1، إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن الدولة طوارئ. 2، إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤون أمن الدولة. 3، إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. 4، إلغاء نيابة أمن الدولة العليا طوارئ. 5، عودة المحاكمات إلى طبيعتها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين. 6، رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال. 7، رفع قيود عن حرية الإقامة والمرور في أوقات وأماكن معينة. 8، إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها. 9، إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات. 10، إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في منشور على حسابه الرسمي على فيسبوك. قال: يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر. أضاف الرئيس السيسي: مع النمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصدر معنا كامل الوطن والصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على فيسبوك. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، ننشر قائمة بأسماء الوزراء والقياديين المدنيين الذين اعتقلهم الجيش السوداني. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم فجر الاثنين تحركات عسكرية تم خلالها اعتقال عدد من الوزراء في الحكومة وقياديين مدنيين آخرين. وقالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيسبوك إن رئيس الوزراء السوداني تم اقتياده إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب. وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد للانقلاب. وبحسب التقارير الإعلامية، ألقى قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان. ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلولة، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ. وذكرت وسائل إعلام محلية أن حملة الاعتقالات طالت والي الخرطوم أيمن نمر وعدد من السياسيين بينهم عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح وعروة الصادق ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري. ونقلت وكالة رويترز عن أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني فيصل محمد صالح أن قوى عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه، كما ألقت القبض على المستشار ياسر عرمان. كذلك تم اعتقال رئيس تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم. مصدر معنا كان من RT ورويترز وبعض الوكالات، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وننشر تفاصيل ربط الغاز من مصر إلى لبنان. واستقبل وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا وفدا من لبنان، وذلك في إطار التواصل المستمر بين البلدين بما يحقق سرعة نقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا. وترأس الوفد اللبناني وزير الطاقة والمياه وليد فياض الذي يزور القاهرة مجددا بعد زيارته الأولى في مطلع الشهر الحالي. ووفقا لبيان صدر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، فإن الملا أوضح أن اللقاء يأتي استكمالا لمباحثات متابعة الإجراءات التنفيذية
والخطوات التي تم اتخاذها للوصول بالغاز الطبيعي المصري إلى لبنان في إطار التزام الدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة الأشقاء الليبيين لتخطي أزمة الطاقة الحالية من خلال توفير إمدادات الغاز الطبيعي التي يحتاجونها. وأشار الملا إلى أنه تابع ونظيره اللبناني مجريات الاجتماعات المكثفة التي يعقدها المسؤولون التنفيذيون بقطاع البترول والغاز في كلا البلدين على الفيديو كونفرنس للانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقيات توريد الغاز الطبيعي والاتفاق على البرنامج الزمني لوصول الغاز. من جانبه أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض الاهتمام المشترك بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان. أضاف أنه تم الاتفاق على إجراء المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي الواصل بين سوريا ولبنان. وفي إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر، مصدر معنا كان من RTE أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. نادي بازل يوجه رسالة لصلاح ويطرح سؤالا على مشجعيه. وجه نادي بازل السويسري رسالة لنجمه السابق ومهاجم نادي ليفربول الحالي المصري محمد صلاح، متسائلا إن كان الفرعون المصري هو أفضل لاعب في العالم حاليا. ونشر بازل على حسابه في فيسبوك صورة لصلاح بقميص الفريق السويسري وسأل متابعيه: هل هي صورة أفضل لاعب كرة القدم في العالم حاليا؟ وتابع: فخورون بأنك بدأت مسيرتك العظيمة معنا. وكان صلاح لعب في صفوف بازل بين العامين 2012 و2014 قبل أن ينضم إلى تشيلسي، ومنه معارا إلى نادي فيورنتينا ومن ثم إلى روما قبل أن يذهب إلى ليفربول أخيرا صيف العام 2017. ويقدم محمد صلاح صاحب 29 سنة أداء مبهرا منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف بعد مرور 9 جولات، كما بات أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف بعد أن تفوق على أسطورة تشيلسي الدوري الإيفواري السابق دروغبا صاحب 104 هدف. ويرى معظم المحللين والمهتمين بالشأن الرياضي أن صلاح هو أفضل لاعب كرة قدم حاليا. مصدر معنا كان من RTE أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى الخير والسعادة الدائمة إن شاء الله لابن مصر محمد صلاح، ربنا يحفظه إن شاء الله، وإن شاء الله مزيدا من النجاح والتوفيق بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.